عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العامة، وذلك لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية خاصة في المحاصيل المستهدفة. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وتناول من خلاله الإجراءات المنفذة خلال الفترة من مايو عام 2022 حتى سبتمبر للعام الجاري، وذلك على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذلك الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في مصر. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم وتسهم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت وزارة المالية سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها. أضاء المتحف القومي للحضارة المصرية واجهته باللون البرتقالي احتفالاً باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يتم الاحتفال به يوم 17 سبتمبر من كل عام.